أريغ بلان. يلا خليفة شو عندنا؟ ليس أسوأ وأذل أنا أعتبر للأسف من أنه ربة بيت أو أب يمشي للمرشي يدور يدور ويروح فارغ. وهذا ما هوش من باب المزايدة لكن ولا واقع حقيقي في بلادنا. راهو الأسعار أصبحت من نار، يعني تقريبا أكثر من 50% من التوانسة انتهت علاقتهم باللحم وبالحوت. اليوم اللحم وصل لي 30 دينار لحم الخروف، الحوت وشفته في الصور يعديهم كل شيء وصل إلى 89 دينار كيلو تريليا. يعني التوانسة طيب هذيك توا تصويرة 89 دينار مانيش سارقينها، من 25 دينار لل 90 دينار أسوام الحوت اللي ما عادش تقريبا في متناول المواطنين بالكل إلا قلة قليلة من التوانسة. لبل هذه العلاقة بدأت معناها تنتهي حتى مع الأسماك اللي هي عادية بالنسبة للتوانسة كانت وفي متناول الطبقة الوسطى والضعيفة، من نوع السردينة، من نوع الشاوري، من نوع اللميلة، من نوع القوارض، من نوع الغزال. حتى هذا الحقيقة ولا من 4000 و5000 و6000 وانت ماشي. نمشيو للحوم. اللحوم كما قلت لك وصل 30 دينار الأسبوع هذا لحم الخروف. اللحم الدجاج الاسكالوب 19,550، يعني 19 دينار باش منشوش 19,000 19 مليون، يعني في مستوى الأرقام. كيلو دجاج ولا في 8,000 وانتي أكثر من هذا موجود. ما نعتقدش أنه وقوفه مستقف عند حدود اللحوم والحوت، هذا طيحها من مرشي ولا المواطن والعائلة. تمشي مشكل آخر موجود في الغلة. الغلة إلى اليوم يعني احنا توا في الخريف البطيخ نعمل في دورة من 800 مليم إلى 2200 الكيلو، يعني الكيلو بطيخ باش تاخو كعب بطيخ توصل إلى 6 دينارات اللي هي كعبة متوسطة ولا صغيرة. إلى آخر الأيام تو دلاع وفاء كان 1200، تبقى دلاع ب 10 كيلو. مواطن تصور ياخذ دلاع لعائلة ب 10,000 وأكثر من 10,000. بقية أنواع الغلة بالحق ولات فارماسي، يعني موضوع النزاس والتفاح والبنان اللي ما تاحش على 4000 و5000 طيلة السنة. الخوخ، العنب، كل هذه الغلال تقريبا زاد أصبحت خارج موضوع قفة الأسرة التونسية اللي هي كما قلنا معظمها بحكم الانفلاسيون ولات أسر ضعيفة الحال. يعني ثم ناس تحكي وهو زيادات أو غيرها، راو المليون نص الألف دينار و500 اللي يتقاضاهم أستاذ في التعليم الثانوي كي تقيسهم في حدود 2010 2011 حتى 2012 رام تقريبا في قيمة 700 دينار. ريشيري وخرت ما زادتش عكس ما يعتقد الناس، تزيد في مستوى الأرقام، ولكن في علاقة بالتضخم، في علاقة بالصعود الصاروخي للأسعار الشهرية عمليا تلقاها وخر. امشي الخضروات نفسها اللي هي تو في فصل معقول، تلقى ما زالت الطماطم في 1200 1600، تلقى البطاطا في 1300، تلقى البصل في نفس الكيفية، الفلفل في 2000 إلى غاية 3500. يعني كي تعمل المعدل العام للمواطن اللي يدخل من الأول متفائل باش ياخو قضية الأسبوع يخرج تقريبا ب 20% من طموحاته القضية. رجعنا تقريبا لتقليد قديم في علاقة بالعطريات. وأسأل المواطنين وشوف ناخذوا 100 غرام طماطم، 100 غرام هريسة، 100 غرام مغرفة طماطم ومغرفة هريسة طماطم. الوضعية هذه ما عندهاش علاقة بما يجري في الحياة السياسية في تونس، ما عندهاش علاقة بالإصلاحات السياسية وبالقانون الانتخابي وبالدستور وبالبرلمان وبالحكومة وبغيرها. هذا واقع عملي يومي حول جزء مهم من التوانسة يعيشوا على القمامة. رد بالك راهو ثم 13,000 حوالي الإحصائية، يعني تقريبا الأولى اللي موجودة، يعيشوا على تبربيش من القمامة كمهنة رئيسية. ولينا نشوفوا مظاهر التسول تقريبا حالة عادية في كل المدن الكبرى. حالة غريبة ولات احنا الولاد كل يوم مع بعضنا نكملوا من هنا نهبطوا باش نعملوا قهوة باش نحكيوا وفي قهوة يعني
شعبية عادية جدا الكافيتيريا اللي هنا تحتنا، ما فهمش نهار ما يتعديوش على الأقل أربعة خمسة من الناس ومختلفين ويقول لك عاوني، راهي الناس جاعت وراهي الناس تعبت، راهو ماهوش كلام قاعدين نقولوا فيه في الإذاعات وفي الواقع الناس جيعانة وتعبة. القفة هذه اللي ما يهمهاش راهو في الدستور باش يتبدل ولا لا الحقيقة، وفي رئيس الحكومة شكون وفي شنو قاعدين نقولوا، راهم جيعانين في كروش. القفة هذه راهي توا بالمقاييس الجديدة ماهيش مرتبطة كان بالبطاطا والطماطم والفلفل واللحم اللي صار كما قلت لك وضعية معدومة، راهي مرتبطة باستهلاك آخر تستهلك كل عائلة، بالصابون بالشامبوان بالدونتفريس بالدينول بالمواد التنظيف اللي عندها الجافيل اللي عندها عمره ما كان، كنت بدينار تاخذ جافيل وتسيق وتنظف وفي الكورونا تو يقولون نظفوا ديالك الآن في المواد التنظيف هذه تلقى فيها زيادات مهولة، زيادات منطقية مش منطقية بمنطق الحساب والاقتصاد، ولكن بالنسبة لمنطق الأسرة ماهوش منطقي، قاعد يقوي في الريتم متاع الحقد الطبقي متاع الغش متاع الاحتقان متاع حالة الفقر اللا عقلانية متنجمش تعقلنها في وضعية دامت واستدامت تقريب لأكثر من 10 سنوات ونحن في نزول مناش في الصعود. هذا رو ما يؤدي إلا إلى انفجار اجتماعي مقبل، رأوا هذا إذا كان سيأتي هذا الانفجار سيأتي على الأخضر وعلى اليابس، خاصة أمام نذوب مسألة الاستثمار ومسألة التنمية ومسألة تنمية الثروة. أدى علاش الناس تقول شبي مكثف الخطاب في كل مجالاته نحو هذا الحقد ونحو هذا العنف اللفظي الموجود داخل المجتمع، وانعكس حتى على المستوى السلوكي، شوف معدلات الجريمة والتفاقم الجريمة، شوف معدلات الهجرة اللانظامية اللي نسميها نحن الحرقة، شوف معدلات والسرقة والغورة، أي التوتر النفسي لدى المواطنين. هذه القضية مرتبطة عند التونسي من القفة التقليدية اللي هي في الخضروات إلى كارت النقل متاع الأصغار إلى الأدوات المدرسية إلى الأدوية. إذا وصلنا للموضوع هذا تو تشوف قداش الناس ولاو ما عادش يمشيوا للفارماسيات، ما عادش يمشيوا للطبة لسبب واحد وبسيط، ما عندهمش قدرة على مجابهة التكاليف.